نشرة الأخبار من قناة الساحل وفيها. بعد أسبوع من التدادبات السياسية، البرلمان الجديد يعقد أول جلسات دورته الأولى غدا الاثنين. موريتانيا تحتضن مقر قوة مجموعة الخمس في الساحل ووضع حجر الأساس لهذه المنشأة العسكرية بمبيكة الأحواش بولاية الحوض الشرقي. والإعلان في العاصمة المالية باماكو عن تأسيس حركة الجبهة من أجل الحفاظ على الديمقراطية. السلام عليكم وأهلا بكم إلى تفاصيل أخبار الساحل التي تأتيكم من العاصمة الموريتانية نواكشوط. تعقد الجمعية الوطنية غدا الاثنين أول جلسة رسمية لها بعد استدعائها لانعقاد الجمعة بمرسوم رئاسي لانتخاب رئيسها وأعضائه. الجلسة الأولى كانت قد أجلت عن يومها الذي حدده الدستور الموريتاني بيوم العمل الأول من أكتوبر، والذي صادف يوم الاثنين المنصرم، ما تسبب في جدل سياسي وقانوني حول التأجيل. أخيرا جاء مرسوم رئاسي يستدعي الجمعية الوطنية للانعقاد غدا الاثنين في أول جلسة رسمية ستكون باكورة الدورة البرلمانية العادية الأولى 2018-2019، دورة عادية شهدت أيام ما قبل تحديد جلستها الأولى تأجيل افتتاح وصفته المعارضة بغير القانوني. سندها في ذلك أن الدستور الموريتاني يحدد يوم العمل الأول من شهر أكتوبر موعدا لافتتاح الدورة العادية الأولى للسنة البرلمانية. ليس هناك أي قانون يلزم بأنه يكون في أول أكتوبر، وإنما الذي يكون فيه هو الافتتاح، وقد افتتحت من ناحية القانونية، أما الأنشطة والجلسات تلقائيا فهي مفتتحة الآن، تعتبر الدورة الآن قانونية، ولو الآن جاءت جلسة لاعتبرت داخل الدورة. لكن الجلسة الأولى اللي ينتخب فيها رئيس الجمعية والمكتب، هذه ينبغي أن تتم بمرسوم من رئيس الجمهورية، لكن ليس ملزما بأن يكون أول أكتوبر أو ثاني أكتوبر أو وسط أكتوبر. تأجيل وصفه نواب المعارضة بالخرق البين للدستور الموريتاني، معلنين احتجاجهم عن طريق اعتصام تحت قبة البرلمان بعد خروجهم في نقاط صحفية تمديدا بهذا التأخير الذي أجل انتخاب رئيس الجمعية ونوابه من أول يوم. هناك تعطيل للسير الطبيعي للمؤسسات الدستورية، هذه المسؤولية تقع بالطبع على رئيس الدولة، بل رئيس الدولة هو الحامل الدستور وهو المسؤول عن السير المضطرد للمؤسسات الدستورية. انتخابات سبتمبر المنصرم حملت معها وجوها جديدة إلى قبة البرلمان وحيد الغرفة هذه المرة بعد إلغاء الغرفة العليا مجلس الشيوخ على إثر تعديلات دستورية نظمت العام المنصرم، صاحبها ما صاحبها من جدل سياسي وقانوني عاش على وقعه الشارع الموريتاني لبعض الوقت. التنوع السياسي وتعدد مشارب وخلفيات النواب الجدد، وإن كان بحسب المتابعين سيكون له الأثر الإيجابي على أداء هذه المؤسسة التشريعية، لكن آخرين ذهبوا إلى أن هذه التشكيلة ستجعل من البرلمان الجديد الأسخن في تاريخ موريتانيا. عبد المؤمن الأحمد، تلفزيون الساحل. أعلن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل المعارض في موريتانيا عن اختيار القيادي في صفوفه الشيخان والبيبة مرشحا لمنصب نائب رئيس الجمعية الوطنية. كما أعلن الحزب المعارض الأكثر تمثيلا في البرلمان اختيار الرئيس لكتلته في البرلمان، وهي الكتلة التي تضم 14 نائبا. واختار الحزب النائب محمد والمحمد بارك لرئاسة كتلته البرلمانية. وجاءت هذه الاختيارات في أعقاب اجتماع عقده المجلس التنفيذي للحزب بمقره بالعاصمة نواكشوط.
هذا وتمكن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل ذو الخلفية الإسلامية من احتلال المركز الثاني في الجمعية الوطنية خلف الحزب الحاكم، ليكون بذلك أكثر الأحزاب المعارضة تمثيلا في البرلمان الذي أفرزته انتخابات سبتمبر الماضي. هذا وتعقد الأغلبية الحاكمة في الوقت الحالي اجتماعا ستبلغ فيه نوابها بمرشحها لرئاسة البرلمان، كما تعقد أحزاب المعارضة في الوقت الحالي هي الأخرى اجتماعا يبحث إجراءات التعامل مع جلسة الغد، كما ستتطرق اللقاء إلى مرح المعارضة للتنافس على رئاسة الجمعية الوطنية. ولتسليط الضوء أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي في الاستوديو الصحفي والكاتب والمحلل السياسي الهيبة وللشيخ سيداتي، أهلا بكم. مرحبا. بداية، ما تصورك لجلسة الغد التي سبقها كل هذا الجدل السياسي والقانوني، وهل سيحضر جدل التأجيل خلال هذه الجلسة مثلا في نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أظن أن الجلسة ستحسم نتائجها الليلة تقريبا بعد أن يبلغ كل طرف بموقف كل النواب أحزابهم أو كتلتهم من الانتخابات غدا مرشحين. ستكون هناك جلسة لانتخاب رئيس للجمعية الوطنية. بالفعل هذه الرئاسة في هذه المرة تتميز بأمر خاص، هو أنها بعد التعديلات الدستورية التي منحت رئيس الجمعية الوطنية صفة خلافة رئيس الجمهورية في حالة الشعور، وهذه الصفة الدستورية كانت عند الرئيس السابق لمجلس الشيوخ المنحل وتحولت لرئيس الجمعية الوطنية، وهي صفة جعلت أهمية المنصب أهمية خاصة دستوريا وسياسيا. أظن أن الجلسة ستكون جلسة عادية، هناك خيارات مفتوحة أمام الأطراف لم تحسم حتى الآن بعد، إما أن تكون هناك تفاوض كما كان يتم به الطريقة بتعيين مناصب المكتب الجمعية الوطنية، وبالتالي لا يكون هناك إلا مرشح وحيد لكل منصب، وإما أن يكون هناك تنافس بين المعارضة والأغلبية، وأظن أن الخيارين مفتوحين، قد لا تترشح المعارضة منافسة لرئيس الجمعية الوطنية، وقد يكون هناك اتفاق، وقد لا يحصل هذا الاتفاق بينها والأغلبية ويكون هناك ترشح لمنافسة رئيس الجمعية الوطنية. لكن إذا لم تترشح المعارضة في هذه الحالة، هل سيكون تنوع وتعدد المشارب السياسية للنواب الجدد إيجابيا أم سلبيا على أداء الغرفة التشريعية الوحيدة في موريتانيا حاليا؟ أظن أن كل ما كانت الغرفة التشريعية تضم أكبر قدر من المشارب السياسية متنوعة، كل ما كان أداؤها جيدا ومتميزا. أظن أن هذا التنوع الحاصل الآن في الجمعية الوطنية، سواء على مستوى الكفاءات، هناك متخصصات علمية متختلفة، سواء على مستوى التنوع السياسي، سواء على مستوى التنوع العمري شباب، وعلى مستوى حتى النساء، رغم أن نسبة النساء قلت عن النسبة التي كانت تصل إليها في الجمعية الماضية، مع كل هذا التنوع سيكون إيجابيا وسيضفي حراكا وحيوية على الجمعية الوطنية في جلساتها المرتقبة التي من المفترض أن تكون يوم الغد، يكون بداية الفعلية لانطلاقة هذه الجلسات. إذن من خلال هذه النقطة، هل بدأ المشهد السياسي لما قبل الانتخابات الرئاسية 2019 يعني في التشكل، هل بدأ في التشكل؟ صحيح أننا في الانتخابات الماضية كنا ندخل انتخابات تشريعية وبرلمانية بنفس وسياق رئاسي، انتخابات رئاسية، والآن كل الأحداث التي تأتي في موريتانيا نظرا لقرب الاستحقاق السياسي تفسر تفسيرا متعلقا بالانتخابات الرئاسية. من أبرز ذلك أن المرشحين الآن للجمعية الوطنية سواء معسكر الأغلبية أو سواء المعسكرات الأخرى قد يكون جزء من المخطط والأجندة السياسية الرئاسية المستقبلة لكل معسكر من المعسكرات. هل الأغلبية الآن بدأت توزيع سلطاتها التشريعية بين مرشحيها المحتملين للرئاسة؟ هل تعتبر هذه منصة للاستحقاقات الرئاسية للمرشح الذي يتحدث عنه؟ هذه الأمور ستكشف الأيام القادمة مدى دقتها. الأكيد أننا بدأنا بالفعل
عمليا في دخول الاستحقاقات التحضير للاستحقاق السياسي للاستحقاقات الرئاسية التي بدأت تفصل عنا عنها أشهر قليلة. كيف ترون باختصار هذه يعني استحقاقات القادمة؟ أولا من غير مسبوق في تاريخ البلد أن تكون تفصيلا عن الانتخابات الرئاسية 6 أشهر أو 7 أشهر ولا مرشح حتى الآن معلوم في أي طرف باستثناء مرشح برام الداهو العبيدي جاد. الآن الأغلبية لم تعلن حتى الآن أي مرشح للرئاسة. اسمح لي المدة الزمنية بين الانتخابات التشريعية والبلدية حاليا وبين الاستحقاقات الرئاسية المقبلة، هل ترون بأن المدة الزمنية بينهما مناسبة؟ أظن أنها غير كافية سياسيا لإخراج مرشح، وإن كان مرشح أو مرشح أو تنافس حقيقي على هذه الاستحقاقات سيكون هناك مرشح خارج من رحم الأغلبية، إن اتفقت عليه سيكون بالفعل هو الأوفر حظا والأكثر قدرة على التنافس. شكرا الصحفي والكاتب الصحفي الهيبة والشيخ السداتي، شكرا جزيلا لكم، كنتم معنا في هذه النشرة. تم أمس بمبيكة الأحواش بمقاطعة ظهر بولاية الحوض الشرقي شرقي موريتانيا وضع حجر الأساس لبناء قيادة مقر قوة الساحل بالدول الخمس الخاص بمنطقة الغربية. التدشين تم بحضور الأمين العام المساعد للاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الأمنية بيدرو سيرانو. هذا وتعمل هذه المنشأة العسكرية تحت إمرة قيادة قوة الساحل بالدول الخمس وتتبع لها الكتيبة المالية الموجودة شرقي فصالة بالإضافة إلى قوة الساحل الموجودة بموريتانيا. وغير بعيد من الحوض الشرقي لكن في شأن منفصل، أعلن في مالي عن تأسيس حركة أطلق عليها اسم الجبهة من أجل الحفاظ على الديمقراطية، تتكون من 30 حزبا سياسيا ومرشحين سابقين للرئاسة بينهم زعيم المعارضة الخاسر في الانتخابات الأخيرة سوميلا سيسي إضافة إلى بعض النقابيين. ويقول قادة هذه الجبهة إنها تسعى إلى الدفاع عن الحرية الدستورية والديمقراطية والأمن في مالي. ويأتي الإعلان عن هذه الجبهة في ظل استمرار سوميلا سيسي في عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي منحت الفوز للرئيس الحالي إبراهيم أبو بكر كيتا لمأمورية رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات. أخبار الساحل مستمرة وتتابعونا فيها لكن بعد الفاصل. سوق السمك بشاطئ العاصمة نواكشوط نشاط تجاري يومي وعائد مادي معتبر. أهلا بكم من جديد. يعد سوق السمك على شاطئ العاصمة نواكشوط ملاذا لعشرات باعة السمك الصغار الباحثين عن هامش ربح يومي من كميات الأسماك المصطادة على هذا الشاطئ الغني.
الزميل أحمد ناصر أحمد زار هذا السوق الشاطئي ورصد الحركة التجارية هنا. سوق الأسماك على شاطئ المحيط الأطلسي يعيش تفاصيل نشاطه اليومي المتمثل أساسا في بيع الأسماك التي يتم اصطيادها يوميا، وينبري الكثيرون في مزاولة مهنة بيعه. تابعين منه ما شاء الله، ترسخوا منه ما شاء الله، ومشوا منه انتهى للخارج ما شاء الله ونبيعوه. سمعت لا مرة نجبروا من شيء نشروه. سمعت نجروا لي 100 على 50 وقية. سمعت نجبهم من شمل الربح. سمعت هذا زمن ما هو ياسر حتى ما متيسر خارج منه لا شوي. اسعار الاسماك التي تتاثر بوفره المنتوج تشهد في هذه الفتره ارتفاعا ملحوظا بسبب ندره ما يصل الباعه منه حسب تعبيرهم. يا ابوي كنا نبيعهم ب 30 ب 40 ورك كان عندنا نبيعهم 100 ب 80 بينا ما يخالق زقيبه كنا نشرو ب 2500 قعدنا نشرو ب 20 نشرو ب 15 16 18 كبار وكنا نشرو ب 350 450 قعدنا نشرو ب 800 نشرو ب 900 نشرو ب 1000 الكبيره كاع ما يمشي ورا والسق عندنا نشروها ب 1200 1300 عندها لها بعد كاع الكوارب. سمعتوا لو خالقته. السمك الذي يصنف ضمن أساسيات المنتوجات الغذائية يعد أيضا أهم روافد ثروة البلاد، مع ما تمتاز به هذه الثروة بوصفها ثروة متجددة وتدخل في إعداد الوجبات اليومية للمواطن العادي تماما كما يتم تصديرها إلى الخارج. قال وزير التجارة الجزائري سعيد جلاب إن بلاده تعتزم تنظيم معرض تجاري في العاصمة الموريتانية نواكشوط خلال الشهر الجاري في إطار ترقية الصادرات خارج المحروقات. أضاف الوزير في تصريحات صحفية في الجنوب الجزائري إن المعرض التجاري بنواكشوط يندرج في إطار ترقية الصادرات خارج المحروقات وبناء تكامل اقتصادي مع الدول الجوار. وأوضح الوزير لدى إشرافه على اجتماع خصص للتحضير لهذه التطهرة التجارية، أوضح أنها ستساهم في التواصل والتقارب بين الشعوب الشقيقة بالمنطقة، مضيفا أن العلاقات التجارية والاقتصادية يجب أن ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية التي تجمع بلاده مع الدول الإفريقية عامة ودول الجوار خاصة. وأكد جلاب أن المعبر الحدودي بين البلدين سيكون نقطة الانطلاق الأولى للبضائع والسلع الموجهة للمعرض التجاري بنواكشوط عبر قافلة برية للعارضين تنطلق من تندوف خلال الأيام القليلة المقبلة نحو العاصمة الموريتانية. هذا وكانت موريتانيا قد أطلقت قبل شهر العمل في المعبر الحدودي بين البلدين. إلى شأن رياضي في هذه النشرة، قال مدرب المنتخب الموريتاني لكرة القدم الفرنسي كورنتين مارتينيز إن مواجهتي أنغولا في التصفيات الإفريقية في غاية الصعوبة، خاصة المباراة الأولى التي ستكون خارج الديار حيث تتطلب من المنتخب الموريتاني حضورا ذهنيا عاليا. وأضاف مارتينيز في تصريحات صحفية أن منتخب أنغولا لديه فنيات عالية والغالبية العظمى من لاعبيه ينشطون في دوريات أوروبية، ويحل المنتخب الموريتاني المرابطون ضيفا على أنغولا يوم 12 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019، حيث يحتل المرابطون صدارة المجموعة التاسعة بست نقاط. أخبار الساحل وصلت نهايتها وكنتم قد تابعتم فيها. بعد أسبوع من التجاذبات السياسية، البرلمان الجديد يعقد أول جلسات دورته الأولى غدا الاثنين. موريتانيا تحتضن مقر قوة مجموعة الخمس في الساحل ووضع الحجر الأساس لهذه المنشأة العسكرية بمبيكة لحواش بولاية الحوض الشرقي. الإعلان في العاصمة المالية بماكو عن تأسيس حركة الجبهة من أجل الحفاظ على الديمقراطية. انتهت النشرة، أشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.